نشكركم على حضور معنا اليوم في تدشين صالون الفلاحة أجروميد. هذه الدورة الثالثة، عندنا ما يقرب على 100 عرض. هاك تراو معناها قداش عدد الزوار بالمناسبة هذه، معناها عدد لباس به، تم إقبال. هذا معناها يدل على نجاح هذه الدورة هذه، وإن شاء الله معناها تعرفوا قيمة الفلاحة بالمستوى الوطني والاقتصاد وغيره، معناها يلزم عناية أكثر للفلاحة ونكتشفوا الزوار. وهذا الشيء الضرور مش معناه مع الزوار، معناها كثير من الأشياء، من معدات آلات نتاع الفلاحة اللي عندها علاقة بالفلاحة، معناها شركات نتاع التوزيع، شركات إنتاج منجين معناها نتاع مواد غذائية وغيره من تابع للفلاحة، إلى جانب معناها البيبينير اللي موجودين ويجيبوا معناها مشاكل معناها خاصة ولا هي تجلب الكثير معناها المواطنين. أيمن الدوس، مسؤول تجاري بمعرض سوسة الدولي عن الدورة الثالثة الصالون المتوسط الفلاحة والصناعات الغذائية اللي انطلق أمس من نهار 14 وتوسط من نهار 17 السبت نوفمبر، والدخول باش يكون من 11 ل 7 متاع العشية. كانت أمس إقبال مهم للزائرين، وشهدت فيه العديد والعديد من زيارات العديد من المتكونين في القطاع الفلاحي والمتكونين في قطاع الصناعات الغذائية. كيف زاد جاو لي بروفيسيونيل بحذانا واكتشفوا أهم المستجدات في القطاع الصناعات الغذائية وقطاع الفلاحة. ونظرا للارتباط الوثيق أضفنا السنه قطاع الفلاحة في دورته الأولى مع صالون متوسط الفلاحة والصناعات الغذائية اللي هو كان مناجست مقتصر على الصناعات الغذائية فقط. نظرا للارتباط الوثيق توفروا المادة الفلاحية كمادة أساسية للصناعات الغذائية. صالون كما تشوفوا اليوم عندنا فيه برشا حاجات اللي تبشر كل خير، وإحنا في حاجة برشا للقطاع كيما هكاك، وحاجات كيما هكاك اللي عندها باش تطور القطاع الفلاحي بتاعنا، هو ركيزة من ركائز الاقتصاد سواء في الاقتصاد أو سواء في الطاقة التشغيلية بتاعه. إحنا قاعدين نشوفوا معناتها فيهم برشا حاجات اللي معناتها الهدف بتاعها هي الضغط على التكلفة في إطار الصناعات هذه بتاع الفلاحة، اللي باش تعاون الفلاح باش عندها باش يعاون يضغط شويه على التكلفه باش حتى الاسعار بعد الحصر تكون معناتها قدره تنافسيه كبيره لغزو الاسواق سواء الداخليه ولا الخارجيه. وهذا هو الهدف معناتها. احنا عندنا فريق هو قدسر في القيام كلهم معناتها، عندهم ديما يصدروا هم للجزائر واللي كانوا باش يصدروا لفريقا، هذه السوق الافريقيه هي القريبه، وان شاء الله هذا هو معناتها نعملوا صالون كيما هكاك ونشوفوا فيه ونعملوا البروباغندا اللي قاعد نشوف فيها. ومشكورين الاخوه الصحفيين والاعلاميين اللي هنا اليوم، هذا هو الدور نتاعنا باش نعرفوا شنو الاساس نتاعنا اللي جات اليوم. مرحبا بها من كل بقعه جات باش نعرفوا المنتوجات اللي عندنا في تونس، ورحنا عندنا ما نقولوا وإحنا عندنا ما نعملوا، ورحنا عندنا القدره اللي نجموا نفسه بها الاسواق العالميه كلها، ونجموا مع تطور المنتوجات نتاعنا.